كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في شاب حلمه يعمل شركة كبيرة بفكر شبابي المتطور. جمع كل اللي يعرفهم ويكونوا فاهمين في مجال الميديا والسوشيال ميديا، بدأوا يعملوا اجتماعاتهم على القهاوي. وبعد 3 شهور من شغل كتير وكتابة وإخراج وتصوير وتمثيل ومونتاج، نزلوا الحلقة الأولى على اليوتيوب من برنامج يا عالم ارحمونا، وتوقعوا تجيب مشاهدات كتير بس فشلت. وبعد كل التعب ده جابت 22 مشاهدة بس. فضل الحلم مواكب الشاب ده لمدة سنة، بعدها ما استسلمش، فكر وجمع وصرف وسوق من جديد لغاية ما جمع الفريق المطلوب. فضلوا ينتجوا شغلهم على القهاوي، وقهوة ورا قهوة وسفر كتير، لغاية ما خدوا أوضة صغيرة في شركة ليها مكاتب في كل حتة. في الرحلة دي قابلوا مشاكل كتير وصعوبات وحاقدين وطمعين. فضل هو وفريق العمل ورا هدفهم انهم ينتجوا اعمال هادفة وممتعة، بس مش بتنجح بسهولة. بس نجحوا في انتاج برامج كتير، وزادت شهرة ونجاح البرامج، وابدعوا في انتاج برامج خاصة في تربية الابناء وتنمية المجتمع والطبخ والمرأة والاطفال وغيرها، وجابت الاف المشاهدات. هم كملين في طريقهم عشان يوصلوا للعالمية، وتوتا توتا خلصت الحدوتة.